بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا مصابيح هدى، آمين يا ربنا يا مرتجى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المجرمين وعبدة الأوثان. قال ربي في هذه الآية: فمن كفر فعليه كفره. وهنا بعد مش أقول لك مش يكون تداعيات هذا الكفر، شنية لرجل تاع مش يترتب عليه الكفر هذا، ما يترتبش عليه شيء فيه خير، استحيل. أنت يا ربي هداك النجدين، قالك هذا طريق الهدى يمر عبر مسيرتك في الدنيا حتى تمثل أمامي يوم القيامة، ولن أظلمك أبدا. ماذا أحضرت لهذا اليوم؟ أسأت الأدب ووقعت في مع أهل الكذب تحت عذاب الله، تأخذ منه نصيب في الدنيا ونصيب ثاني أثناء الحياة البرزخية، والنصيب الأكبر في خلود النار، نسأل الله أن يقينا العذاب.